رب أشكرك لأنك إله رحيم وغفور وبتغفر كل خطية. ده أنت أصلا مت على الصليب عشان تغفر لينا خطايانا. حقيقي شكرا يا رب. أنا عارفة أني غلطت وعارفة أن المفروض ما كنتش أكذب عليها وكان لازم أقولها الحقيقة لما تسألني، بس أنت يا رب عارف الشبشب أبو وردة بتاع ماما بيوجع قد إيه، علشان كده أنا اضطريت أكذب عليها. معلش سامحني المرة دي. أمين. يا رب شكرا ليك لانك بتغفر كل خطية، وخد بالك انت اللي بتقول كل خطية، يعني مفيش ولا خطية انت مش بتغفرها. انا عارفة اني غلطت نفس الغلطة تاني، بس اعمل ايه، ابو وردة بيلسع قوي. يا رب سامحني واغفر خطيتي. امين. هو انا وصلت للمرة كام دلوقتي؟ يوه ما تعديش كتير. يعني قد ايه؟ حوالي 1453 مرة. ده كتير قوي جدا، بس هو بيغفر طبعا. عن اذنك بقى، باي باي. انا مش عارفة اقول ايه المرة دي، وانا مش عارفة، انا غلطت كتير صح جدا. طب والحل؟ عندي فكره. طب الحقيني بيها، لو دخلتي وقلتي له انا اسفه ودي هتكون اخر مره، اوعي تنسي قولي له اخر مره، بيتهيالي ممكن يعدي الرقم ده ويغفر لك. اه دي فكره هايله فعلا، الرقم كبر جدا، لكن لو انا وعدته ان دي هتكون اخر مره هو اكيد هيغفر. على فين؟ داخله اصلي. وده اسمه ايه ده بقى؟ انت ناسيه ان المره اللي فاتت دي كانت اخر مره؟ فعلا، بس اصل لا اصل ولا فصل. خلاص كده انت خلصتي كل رصيدك اللي عندي وقلتي له ان دي اخر مره، وعلى فكره هو مش هيغفر لك تاني. وتفضلي ادي حسابك وطريق اخضر. فعلا الرقم كبير جدا وهو مش هيقدر يغفر لي تاني.